تنفيذها ليتون بينس صاحب 4 أهداف هذا الموسم مع فريق ويفنتون. 4 أهداف سجلها من ضربات جزاء، ضيع واحدة وسجل 4، يضيع الثانية من لابو بقوة يسجل ليتون بينس، يفتح مجال التسجيل ليفنتون عند الدقيقة 27 من عمر المباراة من ضربة جزاء. هي ضربة الجزاء السادسة، سجل منها 5 أهداف ليتون بينس، 5 أهداف سجلها ليتون بينس مع فريقه إيفرتون منذ انطلاقة الموسم. بالدقة الصفراء بالنسبة لفيل جونز، لمس الكرة بيده من تسديدة لوكاكو، إيفرتون صار متفوق بهدف مقابل 0 في ملعب غاديسون بارك في مدينة ليفربول. إيفرتون 1-0. كبير عند ليتون بينس في تنفيذ ضربة الجزاء. طيب إيمان كوليمان 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 كوليمان، كرة في العمق خطيرة، كرة في العمق، وهدف ثاني من ميراليس. الدقيقة 42 إيفرتون يضيف الهدف الثاني على مانشستر يونايتد. هذه هي الفعالية وهذه هي الكرة وهذه هي التمريرات في العمق، وهذا هم اللاعبين الذين يتمكنون من هز الشباك في وضعيات صعبة وصعبة وصعبة، في وضعية معلقة. نايسميث في هجمة معاكسة طلبها بإصرار لوكاكو، ولكن نايسميث تريت حتى يصعد سياموس كوليمان وصل له الكرة، طلبها كوليمان، واو، ليس هناك وضعية تسلل تماما. تمريرة من أروع ما يكون، والتسديدة بوجه اليد اليمنى أيضا من أروع ما يكون من اللاعب كيفن ميراليس، يسجل هدفه الثامن هذا الموسم، الهدف الثاني لفريق مال إيفرتون أمامه.